يصنع الإسكافي الفلسطيني عماد محمد الأحذية يدوياً، لكن فارقاً أساسياً يميزها عن سواها فهي مختومة باسمي الرئيسين الأمريكي والفرنسي بالخط العربي لإظهار رفضه لسياستيهما. وبدأ عماد محمد هذا الأسبوع مشروعاً جديداً نابعاً من موجات الغضب لدى المسلمين بعد دفاع ماكرون عن نشر رسوم كاريكاتورية عن النبي محمد بالاستناد إلى أسس حرية التعبير. أنت شو لك يا ماكرون في نبي، في شخص متوفي من 1500 سنة، شو أذاك لتأذي؟ الهدف إنه تحقير المسلمين، وأنا كمسلم أرفض هذا التحقير وأرفض هذا الإساءة. وقد أثارت خطوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي جاءت بعد عام من اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل غضب الفلسطينيين الذين يأملون في أن تكون لهم دولتهم وعاصمتها القدس الشرقية التي ضمتها إسرائيل. لا، ما بنشال الاعتذار الأمريكي لينشال قرار أمريكا، لأنه بصفته رئيس أمريكي بقرار أمريكي. إذا بيلغوا القرار، إذا بايدن بيجي بيلغوا القرار، طبعا بشيلها. وقد وضع عماد محمد في متجره في رام الله لافتات تطالب أي أمريكي أو فرنسي يرغب في دخول الموقع بالاعتذار عن أقوال رئيسيهما وأفعالهما.